الدراسة بيعمل والله ازاي كان قلقان برضه في الأول، النظام من مختلف ناحية وعايزين يطلعوا غير أي جامعة تانية يعني. بالظبط. بس الواحد لما عرف النظام النهاردة حاسس إن هو هيتعود عليه بعد كده إن شاء الله، وربنا يكرم. very nice، ودكتور حسين ساعدني كتير وكان معايا على التليفون، ولقيت communication حلوة قوي منه. جامعة مختلفة عن أي جامعة تانية، بنشوف هنا بنعمل كل حاجة بإيدينا غير حكومي مثلا أي حاجة. دي حاجة رير جدا انك تلاقيها جامعة ويكون فيه الحاجات عشان تعمل research و know about everything. it's very ان شاء الله كله هنا كامل يعني، هو طبعا كامل الوجه ده، بس هنا احسن حاجه يعني. هنجرب كل حاجه بايدينا ان شاء الله. انا هعمل كل عمل البراكتيكال مش نظري وخلاص عشان نطور. تمام. طب انا بحييكم كمان مره.